السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرقیہ آیات الخروج. گھر اور جسم سے جادو، جنات، نظر بد، حسد کے اثرات نکالنے کے لیے اس دم کو روزانہ دو ٹائم 21 دن تک سنیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يئوده حفظهما، ولا يئوده حفظهما، ولا يئوده حفظهما، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 ہے.
وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 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 وَاللَّهُ مُخْرِجٌ 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 اور اللہ نکالے گا ہر قسم کے جادو کو ان کے جسموں سے ان کے گھروں سے ہر قسم کے جادو کے اثرات کو جنات کے اثرات کو نظر بد حسد کے اثرات کو میرا رب تمہارے گھروں سے تمہارے جسموں سے خارج کرے گا واللہ مخرج 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 ما کنتم تکتمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اب آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں یہ سورۃ البقرہ کی 149 اور 150 نمبر آئے تھے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ 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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ یہ سورۃ البقرہ کی 191 نمبر آیت ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 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 وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
واخرجوهم من حيث اخرجوكم 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 واخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آيت نمبر 27 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحج من المسجد وتخرج المسجد من الحي وتخرج الحج من المسجد وتخرج المسجد من الحي وتخرج الحج من المسجد وتخرج الحج من الميت 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 وتخرج الحج من المسجد وتخرج وتخرج الحج من الميت وتخرج الحج من الميت وتخرج الحج من الميت وتخرج المجيت من الحي 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 وترزق ما تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النساء آية نمبر 75 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 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 والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يقولون ربنا أخرجنا 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 يا الله نکال دے ہر قسم کے جادو کے سرات کو جو ان کے گھروں کے اندر ہیں
جو ان کے جسموں کے اندر ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، یا اللہ تمام قسم کے اثرات کو ان کے جسموں سے اور ان کے گھروں سے نکال دے۔ یا اللہ تیری ذات ہی ہے جو ہر قسم کے اثرات کو ان کے گھروں اور جسموں سے نکالنے پہ قادر ہے۔ یقولون ربنا اخرجنا، یا اللہ پکار پکار کے آپ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر قسم کے اثرات کو ان کے گھروں اور جسموں سے خارج کر دے۔ ربنا اخرجنا، 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 ربنا اخرجنا۔ جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں، ان دو لفظوں کو، اس چھوٹی سی دعا کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، جادو کی نیت سے، نظر بد کی نیت سے، جنات کی نیت سے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی اثرات ہیں، یا اللہ تمام قسم کے اثرات کو نکال دے۔ ربنا اخرجنا، 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 ربنا اخرجنا۔ ساتھ میں مل کے پڑھیں، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، یا اللہ نکال دے ہر قسم کے اثرات کو۔ ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا۔ جتنے خلوص سے رب کو پکاریں گے، جتنے دل سے اللہ کو پکار کے کہیں گے یا اللہ تمام قسم کے اثرات کو نکال دے، میرا رب دل سے نکلی دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ ربنا اخرجنا، 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 ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، من هذه القرية الظالم اهلها، من هذه القرية الظالم اهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یا اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ سورۃ نساء کی اس 75 نمبر آیت کو کثرت سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 25۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، حتی یخرجوا منها، حتی یخرجوا منها، حتی یخرجوا منها، حتی یخرجوا منها،
سورۃ المائدہ کی 22 نمبر آیت ہے یہ. حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا 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 فإنا داخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإنعام آية نمبر 93. أخرجوا أنفسكم نکلو ان کے جسموں سے باہر. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون نکلو ان کے جسموں سے باہر اپنا جادو لے کے نظر بد کو لے کے ورنہ آج کے دن تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الإعراف آية نمبر 18. قال اخرج منها مذموما مدحورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحجر آیت نمبر 34.
قال فاخرج منها 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 فإنك رجيم 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 بسم الله يخرج بسم الله يخرج كل سحر في الجسد 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 اللہ کے نام سے نکالتے ہیں ہر قسم کے جادو کو ان کے بدن سے بسم اللہ يخرج كل سحر في الجسد 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 بسم الله يخرج كل سحر في الجسد بسم الله يخرج كل جن 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 في الجسد اللہ کے نام سے ان کے جسم سے ہر قسم کے جنات کو نکالتے ہیں اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں ہے بسم الله يخرج كل جن في الجسد 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 بسم الله يخرج كل عين 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 في الجسد الله کے نام سے ان کے جسموں سے ان کے گھروں سے ہر قسم کی نظر بد کو نکالتے ہیں بسم اللہ یخرج کل عین فی الجسد 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 بسم اللہ یخرج کل مرض 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 فی الجسد بسم الله يخرج كل مرض في الجسد بسم الله يخرج كل مرض في الجسد اللہ کے نام سے ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی بیماریوں کو ان کے بدن سے نکالتے ہیں بسم الله يخرج كل مرض في الجسد 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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك يا الله جادو ہے جنات ہے نظر بد ہے حسد کے سرات ہیں جسمانی بیماریاں ہیں یا اللہ ہر قسم کی تکلیف سے پریشانی سے شفا دے دے اللہم یشفیک اللہم یشفیک اللہم یشفیک بسم اللہ ارقیق بسم اللہ ارقیق اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 آمين يا رب العالمين.